كده فيها يا برنس، بس كنت بحبك قوي والله. حبيت حد زيك يا برنس، انا ما استاهلش منك كده والله العظيم. هنعمل ايه بقى؟ انا بفكر لك اهو. لقيتها. ايه؟ كلم البرنس دلوقتي حالا. تمام. قول له عايز اقابلك نص ساعه بكره. يلا بسرعه يلا. قول له انا مستعد ضروري. قول له مساله حياه او موت. يلا بسرعه. الو؟ ايه برنس؟ انا عايز اقابلك ضروري. ضروري ضروري. بكره. موضوع حياه او موت. تمام بكره. 5 الساعه 5. خلاص تمام، استناك بكره الساعه 5. ماشي تمام. انا فاهم بقى، البت بتاعت المناديل ديت هعلمها لك الادب. اديني رقم البلطجي اللي انت. السلام عليكم. استهاني دلوقتي عايزينك في موضوع معلم. ايه؟ البرنس كان خطيب الست هاني. تمام. والبت اللي اسمها سلمى ديت بتاعت المناديل دي. سلمى بتاعت المناديل. كانت بقى اتدلعت عليه وشغل المحن والكلام ده كله. اخدته من ست هانم. وانا كنت سامع كده شامل اللي انت كان فيه علاقه بينك وبين سلمى دي. كنت بحبها بس هي معوقه عليا. واللي خلاها ترجع لك. احطه في عينيا واللي هو عاوزه. ده في طلب واحد بس. تحت امرك. الست هانم بكره هتقابل البرنس. الساعة 5. تمام. هتقول لسلمى ديت هيقابلها في الحتة الفلانية، هو ده كل اللي عليك. يعني حاول اخلي البت سلمى. مش هتحاول، ده ضروري عشان ترجع لك. يعني لو ما عملتش حاجة مش هترجع لك، أنت بتحبها. إيه رأيك؟ وكمان خد دول عشانك. لا والله أبدا، والله أبدا. عيب عليك يا عاطف. بكره الساعة 5 فين؟ الساعة 5 فين؟ في حدائق قبة. خلاص؟ خلاص ماشي. اوعى تنسى عاطف. ولا اتصل بيك، مش فاهم خبرك انت كلمتني منه. ايوه هو اللي اخد 99. خلاص ماشي. حبيبي يا عاطف. ماشي ربنا يخليك يا باشا. يلا يا باشا، يلا استهاني. والله وجيتيلي يا سلمى يا بياعة المنى. انت بترد عليا ليه؟ بتعمل ايه يا ابو سلمى؟ البايظ بقالك 15 سنه. البايظ يتصلح. بدل ما نستنى حد غني ياخد بنتنا نرجع لطوبنا، هنطلع لفوق ليه؟ بنت سلمى صعبانه عليا قوي يا ام سلمى. صعبانة عليا بس معقولة بعد ما لسه معايا ده كله ياخدوا بينا كده؟ طب كان عايز ايه؟ كان قصده ايه بس؟ مالناش دعوة بالناس الكبار دول. مالناش دعوة بالناس الكبار. لا ربنا هو الكبير. احنا ناكل لقمتنا بالحلال. ناكل لقمتنا بالحلال يا أم سلمى. شوية حطب بنبيعهم من السنة للسنة ونعيش بيهم وبارك الله فيما رزق. الله أكبر. اشتغلت يا أم سلمى. اشتغلت يا ام سلمى. عايزين نعمل لها حاجه. طيب عايزين نفرحوها. طيب نفرحوها مع واحد من توبنا. انا كنت عايز اتصل بيه بيني وبينك. اوعك يا ام سلمى، اوعي تتصلي بيه. بالله عليك اوعي تتصلي بيه. بس البنت شكلها بتكذب. انا بنت بنت الخطيب. مالناش فيه، مالناش فيه. ربنا يسهل لهم الحال. ربنا يبين لنا الحقيقه يا رب. ربنا يسهل لهم الحال. وان شفته هطير وشي. خلصت. اشتغلت يا ام سلمى. معايا معايا يا ام سلمى. معايا يا ام سلمى. ايوه انزلي. الله اكبر الله اكبر. هنطلع من طوبنا ليه؟ انت عاوز مني ايه؟ مش عاوز منك حاجه. خلاص نمشي. استني بس. ايه اللي مزعلك؟ بص كده. ايه اللي مزعلك كده؟ مالكش دعوه. عاوز ايه؟ مش هديك فلوس خالص. انا مش عاوز فلوس. انت عاوز ايه؟ بيلس مصري اللي مزعلك صح؟ الموضوع ده ما تفتحوش تاني خالص
اصلا مالكش فيه. طب عاوز اقول لك على حاجه يا سلام. خلص. انت مفكره برنس مصر هيبص لك انت يا بياعه المناديل؟ انت مالك انت اصلا؟ انت مالك؟ موضوع منتهى خلاص. ما انا جاي لك بسبب الموضوع دوت. اتفضل. برنس مصر كان بيضحك عليك. وبعدين؟ وبرنس مصر عمره ما كان هيبص لك انت يا سلمى هانم يا بياعة المناديل. خلصت الكلام؟ لو مش مصدقاني بكره الساعة 5 كنت سامع البرنس يكلم خطيبته هيقابلها في الحدايق. مش مصدقاني؟ تعالى هوديكي. مش عارف انا كنت بحبك وخايف عليك. انا اللي بحبك. انا يا سلمى اللي بحبك. هستناك الساعة 4 يا سلمى انا بحبك. بص كده بس. مستنيك الساعة 4 يا قمر بكرة. بحبك. والله بحبك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته. اتفضل يا ماما. بصي بقى النهارده. امتى عندك ليه في ايه؟ عاطف جاي النهارده وقال لي البيز هيقابل خطيبته بكره الساعه 5. قلت اروح اشوف الحقيقه بقى واخلص بقى الموضوع ده. سيب كدير وخلاص يا بنت اقفلناها. لا انا من رايي تروح عشان احنا كلنا نطمن. تطلع شبكه من داخلنا. روح مشاكيل حاجه اثبت لنا بقى. بص يا هو انا هروح عشان انا اعرف الحقيقه. عشان انا هرتاح بقى من الموضوع ده. انا زهقت يا بنت. خدي واحد من ثوبك. سيبها تروح يبصلها عشان نطمنه كلنا. مش هيحصل حاجة عشان الموضوع دوت خلاص ينتهي. يا بنت ده طلعنا فوق وشد من تحتينا يا بنت الحب وقعنا على الأرض. اسمعي كلام ولا تروحي ولا تيجي. عشان كلنا نطمن. سيبها تروح هتشوفها من بعيد بس. هل هو بيقابلها بجد ولا في حد بيلعب بينا؟ روحي يا بنت طمني قلبك. طمني قلبك. وبعد كده احنا مالناش الا غير لقمتنا يا بنت هنا بالحلال. انا عايزة اعرف الحقيقة وخلاص. روح يا بنتي. اه باشا هي جايه لي اهي. احنا كنا في المكان ومستنيين وكل حاجه. طب اقفل عشان داخله عليا. سلام. انا عاطف. بقى والنبي حد يسيب عاطف ويبص للبرنس. يلا يا عاطف خلص. يلا يا بنت احنا من فوق مع بعضينا. يلا يا بنت اتأخروا يا عاطف. لسه الساعة 5 الا دقيقة. اتقالي والله يا عاطف اللي طلع الكلام ده غلط. تضحك عليا فسيخ والله. طب تعالى نداروا منهم. طب عشان لو جم تعالى نداروا في حتة. يلا تعالى. انت هتاخدني على فين انت؟ تعالى هنقف هنا نستخبهم. تعالي على فين؟ هنقف هنا نستنوهم. ماشي وسع ايدك كده. اهو اهو. بس انا لسه بحبك. ما انا كمان بحبك. طيب بس كل اللي بينا انتهى. انتهى؟ يعني تسيبني انا وتروح لبيات المناديل؟ انا؟ اه بحبها. بتحبي دي؟ المعفنه دي؟ ما تقوليش عليها معفنه. لا معفنه دي انضف منك. انضف مني انا؟ على الاقل ما شفتهاش بقى وقعت في العربيه. هو ده الموضوع المهم اللي كنت عايزاني فيه؟ دي المعفنه دي؟ ما تقوليش عليها معفنه. لا معفنه. معفنه هي اللي معفنه. انت اللي معفنه. انت اللي معفنه. ما هي اللي معفنه. انتوا الاتنين معفنين. وانا بحبك. اخر مره اتصلي بيا وتكلميني. لا اكلمك. انا مش بحبك. لا تكلميش تاني. انا بحبك وانت بتحبني. مش بحبك. ابعدي عني بقالك. ابعدي عني. لا هترجعني واحنا هنرجع لبعض من تاني. مش عايز اشوف رقمك على تليفوني تاني. لا اكلمك عشان الاتنين بنحب بعض. يا لا انت بتحبني ولا بحبك. انت يا محمد اتكلم. انت اللي اتكلم. مش همشي. امشي. والله ما ماشيه.
يلا يا محمد احنا نرجع لبعض وانا وانت بنحب بعض وانا اسفه انا اسفه يا محمد يا محمد يا حبيبي اصحى كده بعيد انا اللي كشفت لك الحقيقه انا بحبك قوي انا مش عايزه حب خالص انا مش عايزه حب انا زهقت من الحب انا مش عايزه حب خالص هخطبك سيبوني اقف حالي بقى انت خليتني ليه احنا غلبانه اسامه انا بحبك خلاص على الاقل انا ما كدبتش عليك زي البرنس البرنس كدب عليكي انا ما كدبتش عليكي يبقى ده انسب وقت اللي انا اروح اتقدم لها وطبعا مش هيلاقوا حد احسن مني عاطف مصر برنس مصري يا رب يكون الجزء الثالث عجبكم استنونا في الجزء الرابع